رياضيا، بعثت منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم غادرة النهاردة الصبح لسويسرا، ده على متن طائرة خاصة تمهيدا للدخول في معسكر مغلق خلال الفترة من 20 وحتى 28 من الشهر الجاري استعدادا لكأس العالم في روسيا 2018. بيصطحب الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر 21 لاعب في المعسكر، ومن المقرر أنه يواجه منتخب مصر نظيره منتخب البرتغال يوم 23 الجمعة اللي جاية، وبيواجه نظيره اليوناني يوم 27 في ختام هذا المعسكر.